بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أعزائي الطلاب، المادة كيمياء 1، الفصل الرابع، عنوان الدرس التفاعلات في المحاليل المائية، الدرس الثالث من الفصل الرابع، من صفحة 133 إلى 136. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة للطلاب وللطالبات، نأمل التالي. أعقد معكم اتفاقية أعزائي الطلاب، وهي الأول استخدام الكتاب، متابعة الكتاب مع المعلمة، والرجوع لجدول إعداد التأكسد والأيونات صفحة 115-116 التي سبق درستموها. ثانيا استخدام الدفتر والقلم، لأن الأمر يتطلب التدريب على استخدام الصيغ الكيميائية وكتابة المعادلات الكيميائية. ثالثا استخدام مصادر التعليمية، أين أجدها؟ في آخر الكتاب في صفحة 201. ماذا أستفيد منها؟ أستفيد منها في جدول صيغ الأيونات عديدة الذرات. وأخيراً الجدول الدوري اللي هو صفحة 210-212، الكيميائي لا يستغني عنها. نبدأ اليوم إن شاء الله درسنا. أهداف الدرس، اليوم أهداف الدرس تتعلق بالمحاور التالية: تصف المحاليل المائية، تكتب معادلات أيونية كاملة ومعادلات أيونية صافية. هذه جملة جديدة أو كلمة جديدة، صافية، ما معنى صافية؟ سوف نتطرق إلى كلمة مرادفة لها وهي مختصرة أو معادلة أيونية مختصرة. طبعا لمن هذا؟ تكون للمعادلات الكيميائية في المحاليل المائية. توقع ما إذا كانت التفاعلات في المحاليل المائية ستؤدي إلى تكوين راسب. لو رأيت في الكتاب يوجد تكملة لهذه الجملة، لأن اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى بنتوقف عند الراسب. نبدأ الآن في سؤال عن المكتسبات السابقة والمعرفة السابقة اللي درستها سابقاً عن صنف المعادلات الكيميائية التالية. أمامكم الجدول أعزائي، أربع معادلات صنفوها، أترككم لمدة 5 ثواني. المعادلة الأولى نوعها صحيح تفاعل التكوين. برأيكم المعادلة الثانية؟ صنفوها، أحسنتم، تفاعل الإحلال المزدوج. والمعادلة الثالثة تفاعل الإحلال البسيط. والرابعة تفاعل التفكك، أحسنتم. المعادلات الأربعة التالية عبارة عن تصنيفات لمعادلات سبق درستها بالتصنيف. اليوم بإذن الله تعالى الطالب الذي أوجد هذه الإجابة وإجابته صحيحة بإذن الله تعالى لديه معلومات كاملة. طيب الذي أصبحت أفكاره أو معلوماته بسيطة جدا، عليه أن يراجع، يتكون له مراجعة أخرى حتى يستطيع أن يمتلك معلومات كيميائية، لأن الكيمياء مترابطة أعزائي الطلاب. نبدأ الآن. رأيت المعادلات الأربعة، يوجد معادلة أخرى متميزة عنهما ذات لون مختلف، صحيح رقم 2، المعادلة الثانية وهي تفاعلات الإحلال المزدوج. اليوم إن شاء الله بنناقش تفاعل الإحلال المزدوج وما يحدث داخل الإحلال المزدوج وماذا علاقتها بأهداف الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أنتقل، يوجد إشارة أو رموز معينة عبارة عن رمز S حوله علامة الترصيص أو علامة الموجودة بين الاس، اذا هي عباره عن راسب، صحيح. والعلامه الاخرى جي، ما دلالتها هذه العلامه؟ اذا غاز. هذه النواتج ينتج منها غازات او رواسب، هذه دلالات حدوث التفاعل. اعطيني نواتج اخرى لدلالات حدوث التفاعل. احسنتم، حراره، اما امتصاص او انطلاق حراره. طيب السؤال الذي هو نحدده اليوم، حددي نوع المركبات التالية. بعطيكم أمثلة لمركبات موجودة في حياتنا اليومية. السؤال، اذكر أسماء مركبات صلبة تستخدم في الطهي. بعد قليل أرى إجابتكم. سؤال آخر، كيف يمكنك التقليل من ألم الحرقان؟ ما سببه؟ أنا هنا في الصدد، هنا في الإجابة على السؤال الثاني لن أنتظر هذه الإجابة. طبعا مثل ما تعرفون ألم الحرقان، المعدة وغيرها، طبعا يدلو بدله الأطباء، لكن هنا مثلا أنا بركز أكثر شيء أعزائي الطلاب على سبب هذه الحرقان أو حرقان المعدة. أجيب على السؤال الأول، أشهر مركبين صلبان اللي هما
الملح والماء، أحسنتم. طيب ما سبب الحرقان وجود في عصارة المعدة اللي هو الحمض كلوريد الهيدروجين؟ هنا في هذه الشريحة نتحدث عن ثلاث مركبات مشهورة، أرجع مرة ثانية نذكرها، وهي كلوريد الصوديوم، الملح، أحسنتم، وكلوريد الهيدروجين، الحمض، أحسنتم، والمركب الآخر مركب الجلوكوز وهو السكر. هذه الذرات ترابطت مع بعضها البعض وكونت مركبات. كيف ترابطت؟ نعم، ترابطت بروابط كيميائية. ما هي الروابط الكيميائية في ترابطها؟ رابطة أيونية ورابطة تساهمية. إذن لدينا مركبات أيونية ومركبات تساهمية. هنا الصدد، هذه معلومات سابقة درستيها من الصف الثالث متوسط. الآن ما علاقة الروابط الكيميائية سواء أيونية أو تساهمية في حديثنا اليوم عن المركبات المحليل المائية؟ عادة المركبات سواء كانت صلبة أو غازية أو سائلة يوجد بها مذيب يكون لي محلول. إذن المحلول عبارة عن مذيب ومذاب. إذا كان المذيب ماء كونت لي محاليل مائية. إذن السؤال هنا، ما المقصود بالمحاليل المائية؟ لأعطيك مثال، ملح وحمض. ملح زائد ماء يعطينا محلول مائي. حددوا المذيب والمذاب، أحسنتم. المذاب الملح، المذيب الماء. في نفس الحالة لحمض كلوريد الهيدروجين زائد الماء يساوي محلول مائي. هذه ليست معادلة وإنما ترجمة حقيقية لمعنى المحلول المائي للمركبين التاليين. السؤال هنا، ماذا يحدث أثناء عملية الذوبان لهذه المركبات؟ ماذا يحصل لها؟ هل تبقى كما هي؟ هل تتحول إلى شكل آخر؟ ماذا يحصل في عملية الذوبان وما هي العمليات التي تتم فيها؟ إذا عرفنا هذا الشيء فسوف ننطلق في كتابة معادلات نفهم ميكانيكية ماذا يحصل لداخل المركبات وماذا يحصل لها وتتحول إلى أيونات. من هنا ننظر إلى معادلة كلوريد الهيدروجين. إكوا، هذا الرمز يدل أنه في محلول مائي. ماذا حصل لكلوريد الهيدروجين؟ هذه الترجمة لهذه المعادلة ما راح توضح لنا أكثر. طيب أمامك الآن الصورة، صورة تعبر عن كلوريد الهيدروجين كمحلول مائي، إذا مذاب في الماء. يوجد جسيمات ملونة، لترجمة هذه الجسيمات أنا سويت لكم تفسير لها، توضيح لكل هذه الجسيمات. ذات اللون الأزرق عبارة عن أيون الهيدروجين الموجب، اللون الأخضر أيون الكلور السالب، وذات اللون الأحمر مدمج بها كريتين عبارة عن جزيء الماء اللي هو أكسجين وذرتي هيدروجين. انظروا الآن داخل الصورة وتمعنوا في هذه الصورة، ماذا يحيط بجزيء الهيدروجين ذو اللون الأزرق؟ نعم، جزيئات الماء. وذو اللون الأخضر، عفوا، أيون الهيدروجين، وذو اللون الأخضر عبارة عن أيون الكلور، ماذا يحيط به؟ جزيئات الماء. إذا ما الذي حصل؟ عملية إحاطة الأيونات بجزيئات الماء أحاطت بها. إذا انفصل، كلمة انفصل، لكن ما الذي حصل؟ كانت الرابطة تساهمية، ماذا حصل؟ حصل لها عملية أنها تكونت إلى أيونات، إذا حدث لها عملية تسمى عملية التأين. هذا بالنسبة للجزيئات ذات الرابطة التساهمية. سوف يكون فيه إسهاب أكثر بإذن الله تعالى في كيمياء رقم 2 لمعرفة كيف تكون عملية التأين، ولكن هنا منطلق نفهم أن التأين هنا للمركبات ذات الرابطة التساهمية. الآن ممكن نترجم المعادلة أن محلول كلوريد الهيدروجين تحول أيونات الهيدروجين المائية وأيونات الكلور المائية. الآن لدي المركب الآخر ذو الرابطة الأيونية كلوريد الصوديوم، حالة الطبيعية صلب. ماذا حصل؟ أقرأ الصورة، حتى أقرأ الصورة في ترجمة للجزيئات الموجودة والأيونات الموجودة هنا. بنفس الطريقة الأيون الصوديوم الموجب عبارة عن كرة
رمادية اللون والأصفر أو الأخضر عبارة عن أيون الكلور السالب، وجزيء الماء عبارة عن كرة حمراء بها يرتبط بها ذرتي من الهيدروجين. ماذا حصل لجزيئات لمركب كلوريد الهيدروجين؟ أحاطت جزيئات الماء بالأيون السالب والأيون الموجب. إذا ماذا حصل؟ حصل للمركب تباعدت الأيونات عن بعضها البعض. إذا حصل عملية ما تسمى، هذه تسمى العملية بعملية التفكك للرابطة الأيونية. لا، لن أتحدث عنها وأذكر أنها رابطة أو تفكك تأيون، لأنها رابطة أيونية. ماذا حصل للرابطة الأيونية؟ عندما تم إذابته في الماء تباعدت الجزيئات وتفككت إلى أيوناتها الأصلية، أيونات موجبة وسالبة. هذه العمليتان تحدث داخل المركبات عند إذابتها في المحاليل المائية. وبالتالي الآن لما نتحدث عن المحاليل المائية في تفاعل الإحلال المزدوج، أكون قادرة على معرفة عمليات التفكك وعمليات التأيون بشكل مبسط، ويكون فيها إن شاء الله في كيمياء رقم 2. الآن تعرفنا الآن على عمليتان تتم، عمليات التفكك وعملية التأيون اللي هي إحاطة جزيئات الماء وتباعد الجزيئات عن بعضها البعض. إذن أنواع التفاعلات المحاليل المائية، إما تكون رواسب، إذن التفاعلات التي تكون رواسب، أو التفاعلات التي تكون ماء، أو التفاعلات التي تكون غاز. إن شاء الله في الحصة المقبلة سوف يتم التركيز على ثلاث أنواع من هذه التفاعلات. اليوم إن شاء الله بننطلق مع المحور الأول، كيف تكون وكيف يحصل عملية الذوبان وتحصل عملية التأيون والتفكك للتفاعلات التي تكون رواسب. من خلال لدي هذا السؤال، أنا كيميائية الآن وأتوقع وأكتب معادلة تفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم مع محلول كلوريد النحاس، يوجد خطان متوازيان. ماذا يعني؟ هذا رمز من رموز الأرقام اللاتينية. الخطان متوازيان معناه اثنان، أحسنتم. لذلك ممكن أعيد قراءة المركب مع محلول كلوريد النحاس الثنائي ليكون محلول كلوريد الصوديوم وراسب من هيدروكسيد النحاس الثنائي. الآن قبل البداية لابد أرجع لمراجع حتى يمكنني التعامل مع هذه المعادلة وكتابتها، وأكون كيميائية قادرة على كتابتها بإذن الله تعالى. المراجع اتفقنا، الرجوع لصفحة مصادر تعليمية صفحة 201 والجدول الدوري صفحة 210. نستعد أعزائي الطلاب، هذا هو الجدول. أنا اقتصيت لكم الأيونات العديدة الذرات من خلال قراءتي للمعادلة، حددوها الأيون الموجود فيها وهو هيدروكسيد الصوديوم. إذن أيون الهيدروكسيد أيون عديد الذرات. نعم، اقتصيت من خلال الجدول، حددت العناصر المطلوبة، عنصر النحاس وعنصر الصوديوم. أين يقع النحاس؟ في المجموعة 11 في العناصر الانتقالية. عدد التأكسد العناصر الانتقالية عديدة التأكسد، وهنا قال ثنائي، إذن يحمل شحنة موجبة بما أنه من الفلزات، إذن موجب 2. إذن حدد عدد التأكسد لعنصر الصوديوم بما أنه يقع في المجموعة الأولى، أحسنتم، يفقد وبالتالي زائد 1. هذه المعلومات الأساسية حتى ننطلق في كتابة معادلة تحدث فيها عملية من الذوبان، وتحدث لديها عملية التفكك والتأيون. نرجع مرة ثانية إلى السؤال. من هنا أنا وضعت لكم تخطيط مبسط يسهل علي التعامل مع الصيغة الكيميائية وكتابتها واسترجاع المعلومات السابقة. ننظر هنا، خلال هذا السؤال سوف أسأل كم عدد المواد الناتجة المتفاعلة لدي؟ نعم، مادتان. ما هما هذا المادتان؟ محلول هيدروكسيد الصوديوم ومحلول كلوريد النحاس الثنائي، أحسنتم. كم عدد المواد المتفاعلة الناتجة نعم، مادتان، محلول كلوريد الصوديوم وراسب من هيدروكسيد النحاس الثنائي، أحسنتم. الآن سوف نقوم بالتعامل مع الجدول الأول حتى نتحرف أو نتوصل إلى الصيغة الكيميائية لهذا المركب بشكل صحيح، وبالتالي نكتب المعادلة الكيميائية. الصيغة، حتى كتابة الصيغة وتعلمتها سابقا أو تعلمتها سابقا، أن الأيون السالب يمينا والأيون الموجب يسارا. نبدأ بالأيون الموجب. الصوديوم يقع في المجموعة الأولى، عدد التأكسد، ارجعوا للجدول، أحسنتم، زائد 1. إذن أيون الصوديوم
Na+1. أيون الهيدروكسيد من الأيونات السالبة عديدة الذرات، إذن -1 OH -1. أحسنتم. من خلال الجدول المنطلق الصغير نكتب هنا عدد التأكسد بدون شحنات. ما الغرض من هنا؟ حتى نكتب صيغة كيميائية. كم عدد شحنة عدد التأكسد لعنصر الصوديوم؟ -1. إذا نكتب 1 بدون شحنة. وعنصر وأيون الهيدروكسيد -1، إذا نكتب 1. إذا نسبة التفاعل 1:1، والناتج إذا الصيغة الكيميائية لمركب هيدروكسيد الصوديوم. الصوديوم يأخذ 1 وأيون الهيدروكسيد 1، وبالتالي نسبة 1:1. يوجد رمز معين هنا أبناء الطلاب، AQ معناها في محلول مائي، وذكر لنا في السؤال. أحسنتم. هل تستطيعون بالنسبة للمادة المتفاعلة الثانية؟ على اليمين المادة أو الأيون الموجب، النحاس الثنائي، إذن عدد التأكسد +2. أحسنتم. Cu+2. والكلور، أيون الكلور السالب في المجموعة 17 -1. أحسنتم. عدد التأكسد +2، إذن كم عدد التأكسد بدون شحنة نضعها؟ إذن نضع 2، و -1، إذن نضعها -1 بدون شحنة، وبالتالي نعمل طريقة المقص أو التبادل. أيونات النحاس سوف يتم ارتباطها بنسبة مع الكلور بنسبة 2:1، معناها أن أيون الكلور السالب يستلزم أيونين منه ليرتبط مع النحاس، مع أيونات النحاس الثنائية. نسمي المركب، رأيته، النحاس 1 وأيون الكلور والكلور 2. الآن نرى هنا الصيغة AQ. طيب، الآن التدريب للمادة الثانية، المادة الناتجة كلوريد الصوديوم. ممكن الاستفادة من الجدول. أحسنتم. أيون الكلوريد، أحسنتم، 1:1، إذن التفاعل 1:1، إذن يعطينا الصيغة الجزيئية التالية، وهي الصيغة الكيميائية التالية NaCl كمحلول مائي، ذكر هنا في السؤال. أحسنتم. الجدول الأخير للمادة الناتجة الأخيرة، هيدروكسيد النحاس الثنائي. ممكن أستفيد من الجدول السابق؟ نعم. أحسنتم. أيون الهيدروكسيد OH-1. أحسنتم. أيون النحاس كم عدد التأكسد له؟ 2، إذا نكتب 2. وأيون الهيدروكسيد 1. نضع طريقة المقص أو التبادلية، النحاس بيكون أيون 1 وأيون الهيدروكسيد يتكرر 2. كيف يمكن كتابة أيون الهيدروكسيد 2؟ نضاعفه بالرياضيات، المضاعفة نرفعها لأس، أما في الكيمياء نضع قوس ولإثنان ولكن في الأسفل، ذكرت مذكورة سابقا. ممتاز. إذن Cu قوس OH لكل 2، الOH متكررة مرتين. أنا كتب هنا S معناها مادة صلبة، لأن ذكر لنا تكون راسب. إذن الآن أنتجنا 4 مواد، مادتان متفاعلتان مواد مادتان ناتجتان. الآن مطلوب منكم الآن كتابة المعادلة، مواد متفاعلة ومواد ناتجة. هذا السؤال مرة أخرى، المادة الأولى المتفاعلة هيدروكسيد الصوديوم، والمادة الثانية كلوريد النحاس. أحسنتم. المواد الناتجة كلوريد الصوديوم وراسب هيدروكسيد النحاس. الآن الواجب المطلوب الآن منكم التدريب المطلوب تفكيك هذه المركبات إلى أيونات، ماذا يحصل لها؟ سواء تمت عملية التفكك أو تمت عملية التأين لهذه المركبات، بحيث يتم تفكيكها في داخل المركب، في داخل المعادلة مرة أخرى. بعطيكم لمحة معينة، وليكن قبلها هنا لابد عملية مين وزن المعادلة. انظروا، أيون الصوديوم 1:1، النحاس 1:1، الكلور في المواد المتفاعلة 2،
والمواد الناتجة واحد. طيب أيون الهيدروكسيد في المواد المتفاعلة واحد والمواد الناتجة اثنان. إذن الهيدروكسيد لابد أن أضع اثنان، أين أضعها؟ أمام المركب ليتم الوزن. أصبحت المعادلة الآن الصوديوم اثنان الصوديوم اثنان. وزنت لكم المعادلة حتى أنطلق لمعادلة صحيحة في كتابتها. المطلوب الآن كتابة معادلة تحصل فيها عملية تفكك للأيونات وتكون توضح المركب كيف يتفكك إلى أيونات الموجبة والسالبة، وإن شاء الله مع الحصة القادمة نكمل هذه الجزئية.